قال وزير الخارجية النمساوي سباستيان كورتس إن بلاده لن تسمح للأتراك في أراضيها بالتصويت على أي استفتاء يتعلق بإعادة العمل بتطبيق عقوبة الإعدام في تركيا، وأشار إلى أن القانون الدولي يسمح للنمسا ولأي دولة أخرى برفض إجراء أي استفتاء عام لصالح دولة أجنبية على أراضيها وفق أسس احترام حقوق السيادة الوطنية لكل بلد. وتصاعد التوتر بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي التي تعارض مفاوضات جديدة حول انضمام تركيا إلى الاتحاد بسبب حملة الاعتقالات والإقالات التي تنفذها أنقرة.